مرحبا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. هلا انا وهيوشة بالمول، وقررنا هلا انه نعمل فيديو، ورح نخلي هيا هي اللي تختار ثياب العيد لماركو وكريستيانو. يعني هذا الفيديو رح يكون مشتريات للعيد، بس الله يستر انه هيا انت، يعني مو الله يستر، مو قصدي يعني، بس انه انا واثقه فيك، عرفتي؟ ايه، رح اجيب لكم كنزة اورانج مع مع بنطلون موف. تخيلوا شكلهم للاولاد كيف رح يطلع. منيح ما رح تنقيلي لإلي كمان، قصدي يعني انه بحب. والله اوكي، ما رح نطول عليكم، حطوا كتير لايك على هذا الفيديو وكومنتات حلوه، وخلينا نبلش. لسه مو مشترك بالقناه، اشترك بالقناه، ويلا خلونا نبلش. روحي حبيبتي، روحي خبري عمك ولاد عمك شو قررنا. شو فكره فكره اليوم؟ هون سانتا بوست اوفيس. او ماي جاد، هون مكتب سانتا. فينا نكتب له مشان الفيديو الجاي؟ اوكي، هلا مشان فينا نكتب له شو بدنا اغراض. عم يكتب له. اوكي هلا، بس كوكي هيا حابه تخبرك شغله. اوكي، رح اخبركم شو فكره فيديو اليوم. تفضلي. اليوم رح اختار لبس العيد تبع ماركوس كريستيانو. اذا بدك بختار لك انت كمان. انا عم بفكر لك شو انبسطوا. عم بفكر كنزه اورانج مع بنطلون موف. لا عم بمزح. قولي لماركو شو بدك تختاري له. بدي اختار لك كنزه اورانج مع بنطلون موف مع بوت احمر. ان شاء الله. بدك اختار لك انت كمان. اختاري لمجد شو بدك تختاري له. لمجد؟ ايه. كنزه زهر، بنطلون اخضر، اي صفراء. ليكي شو سعيدين، يعني مو معقول السعاده لا توصف. كثير معبريني. لا توصف. يلا تعي نكتب شيء لسانتا. شو كوكي؟ كتبت؟ ايه كتبت بريف لسانتا. ارجيني حطها نشوف على الطاوله نشوفها. كريستيانو اشتي كلاينه موتورات. الله اكبر، بدك موتور حقيقي صغير؟ ايه. ام هذا بنشوف عليه على امازون وعلى التيك توك وعلى الشورت. اوكي يلا حط له اياها، ان شاء الله يفهم عليك. بس عن جد هول لازم تحطه؟ ايه. يا سلام، شو صار معه؟ داكيس. اكتب له برايم كمبي. طب تكتب بس قبل. انا عارف شو ساعة. والله يا سانتا، هلا السنة بدي اجيب لي ساعة؟ ليه؟ تكون ما حطيتها؟ حطيتها توتو؟ مستعد انه هيا تنقي لك ثياب العيد؟ خايف شوي؟ خايف شوي؟ خايف كثير شكله خايف شوي؟ ماركو؟ بس ما تنقي لبس للبنات. لا لا خايف. يلا ماركو تفضلوا. للبنات. يلا امشي. يلا. لا وقف، لا هو بيوقف. شكلهم كثير حابين انه انت تنقي لهم الثياب. وهلا يا جماعه ان شاء الله تنقي لهم هيك شيء حلو. هيا ما عم فكر اشياء بناتيه بقولهم. لا هيا. تعال نشوف الانسه هيا شو عم تخترع. هذا لمين؟ لماركوس. شوي كبار ما؟ ماركو. وليه معناته انت شو بدك تشتري لك هلا؟ وهي شحاتها للعيد. هي لمين؟ هي لماركوس. لا ماركو كمان؟ هلا نجيب لكوكي. بس يعني كوكي. هدول كوكو. هدول لكوكو؟ ايه كعكي. كوكي. يلا خذ. يلا جايب فوتو بصبع رجلك الصغير. معناته كثير رح تنبسطوا شغلات حلوة هلا، كثير رح اجيب لكم شغلات حلوة على العيد. بفكر هي حلوة انه حرف الام لمايكوس. اوكي يلا ورجينا خيارات ثانية. ما حبيت شيء بهذا المحل. بس هي اللي بدها تقرر. يمكن هي تجيب لك بيجامه هلا تقول لك البسها على العيد. لا هلا شيلوا المزح، قررت انه اجيب هي لكوكي. على فكره كثير مهضوم وكثير حلو، ولونه على الواقع كثير حلو على فكره. وبتصير نص كم وبتصير كم وفيها جرافيت. يا سلام مشان الحفله، خليها مفاجاه الحفله. صح؟ صح. من بين هدول الثلاث الوان اخترت اللون الكحلي على لون البابيونه، ولابق مع الكنزه لكوكي. كريستيانو هدول الثياب اللي اختارتهم هيا، تفضل فوت على غرفة القياس وورجينا اياهم. شكله كثير سعيد. هي فيني عاملة نص كم وكم.
واو بس أنا شفت في شطابة طالعة من عندك أو شيء. يا سلام عفكرة كتير حلوين ولابقين لك عن جد. ذوقي حلو. شو مجد؟ حلو؟ ذوقي حلو لكن شو؟ مو في مو علي ذوقي حلو. لو ما ذوقك حلو يعني كنت وثقت فيكي وعطيتك هذا التحدي؟ ما لقيت كنزة أورانج وبنطلون موف. أو يلا لماركو هلا بتلاقي له هيك شيء. اوكي اوكي شو رايك لاقي لماركو هيك شيء اورانج وموف؟ وهلا مثل ما شفتوا نقينا لكريستيانو وصار دور ماركوس. ولقيت هذا البنطلون حسيته حلو لماركوس. اوكي هيك اسود وانا بحس بيلبق له كثير البناطيل السود لماركوس. انت عارفه هو هيك عباله يلبس شيء بخصوص هيك الغوامق والاسود. من اول ما طلعنا عم بيقول بدي اسود فقلت خليني جيب على كيفه. طيب اوكي هلا بنجيب له البنطلون اسود بس بنجيب له الكنزه اورانج. اوكي يلا ماركو تعال اورانج. يلا تعال قيس البنطلون. ماركو لقينا لك بنطلون تفضل فوت قيسه. وانت من اول شيء عم بتنق علي بدي اسود هاي اسود. شو ماركو؟ لا مو ظابط؟ توتو شوف شو رسم كريستيانو. واو كريستيانو رسمك كتير حلو. ولقيت هذا الخيار الثاني لكوكي مشان بس يجي بابا نويل هاي الكنزه مع هذا البنطلون. يا سلام بس حاول دور لماركوس بس ما لقيت. وهلا يا جماعه صرنا شايفين بدلين لكريستيانو طبعا اشتريناهم وهلا صار دور ماركوس لانه لسه ما لقينا له فصرنا لافين المول كله. يعني احنا كل محل ما لقينا ولا شيء لماركوس. يلا يا هيوش تفضلي يلا نروح ندور على المحل اللي بعده. شو تركنا طابق بالمول ما رحنا له؟ وهي مركوسة اختار هذا الثياب. يا سلام بجننوا كتير حلوين يا عيني. هي اختيار مين؟ هيها. وهيك هيا نقت لنا ثياب العيد. تروا الفيديو الجاي في مفاجآت كتير مع سانتا. اوكي كوكي جاهز للفيديو الجاي؟ ايه يلا باي باي باي.